من تشاد يسأل ويقول: هل أفعال الله عز وجل قديمة أم حادثة؟ وما حكم من قال إنها حادثة؟ جزاكم الله خيرا. أفعال الله جل وعلا وسائر صفاته لا بداية لها، فإنها تابعة لذاته سبحانه وتعالى، وهو أول بلا بداية، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وليس لصفاته وأفعاله بداية. والذين قالوا إن لها بداية وأنها حادثة بعد أن لم تكن، هذا قول علماء الكلام وعلماء الجدل، وهو مذهب باطل يلزم عليه أن الله يكون أتى عليه فترة وهو معطل من صفاته سبحانه وتعالى. ولكن يجب الفرق بين النوع وبين الآحاد، فنوع الأفعال قديم، وأما آحاد الأفعال فإنها تحدث شيئا فشيئا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من قال إنها حادثة؟ حكمه أنه معطل، لأنه يلزم عليه أنه عطل الله جل وعلا في فترة، ثم بعد ذلك حدثت له هذه الأفعال أو هذه الصفات، فيكون معطلا قبل ذلك. وهذا من القول على الله بلا علم. القول على الله بلا علم عديل الشرك، هو شر من الشرك. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بمنزلة من الشناعة والشر فوق الشرك. نسأل الله العافية. نعم.